مساء الليل، ازيكم عاملين ايه؟ سحر العرايس او سحر الدمى ده من اخطر الاسحار القديمه والمنتشره في عده ثقافات. هكلمكم عنه النهارده بالتفصيل بكل حاجه. تنساش بس لايك للفيديو، تشترك في القناه، تنزل تحت في صندوق الوصف هتلاقي كل مواقعي، فعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتي اول باول. قبل ما ابدا عايز انبه على حاجه مهمة جدا قبل ما اتكلم على النوع ده من السحر. عايز دايما افكركم ان انا بديكم المعلومات ديت الهدف من وراها هو التحذير من السحر مش لتعليم السحر. ده حاجة وده حاجة. طيب بداية السحر دي كانت امتى؟ من ايام عهد الفراعنة، واشتهر به الافارقة في غرب افريقيا ومعظم دولها كمان، وانتقل بعد كده لامريكا عن طريق تجارة العبيد اللي كانوا بتاخدوا من ديارهم وبعد كده يباعوا في أمريكا، ووصل لأوروبا وأستراليا وبعض دول زي آسيا كالصين وأندونيسيا والهند وغيرها. وده من أساسيات معتقد أو الفود زي ما انتوا عارفين. انتشر في البلدان بطرق كتيرة جدا بسبب انعدام الدين والإيمان أو ضعف الاتنين سوا، ووصل بعد كده للدول الإسلامية للأسف، وانتشر في الدول الإسلامية ما بين دول الخليج والشام ومصر ودول المغرب العربي من زمان. كانت بدايته من الخادمات والعمالة الأندونيسية والسريلانكية بدع الانتقام طبعا، يعني كان هما بداية أساس السحر في الدول العربية. بيجي على هيئة عبارة عن دمية أو عروسة أو تمثال بيتم صنعها على هيئة إنسان معين، الإنسان ده اللي هو بيكون مقصود بالسحر، وبتربط خادم السحر في جسم الإنسان ده زي خيال ليه عشان يلحق الأذى بيه عن طريق إلحاق الأذى بالدمية نفسها، ولازم يكون فيها شيء من أثر. ويعني الدمية دي بتبقى عاملة زي الريموت بالنسبة لخادم السحر، بتنسج الدمية دي مع بعض الأربطة وهي العقد السحرية دي في نقط معينة بتتحط زي الرقبة، كتفين، المرفقين، الرسغين، صوابع الايد، الركب، القدمين، اصابع القدمين او العمود الفقري في الظهر. وده شبيه بصلب الانسان على اعمدة خشبية عشان ما يسيبش مكانه. وفي بعضهم برضو ممكن يدفنوها في مكان ما او ان هم يعلقوها في مكان على اساس ان هم يضيفوا ليه السحر الهوائي. العقد دي لها اسماء عند السحر ديت، بيسموها اغلال اللي هي على الرقبة، سلاسل اللي بتتحط على الايدين، او حبال اللي بتتحط على القدمين. طيب بتصنع من ايه الدمى ديت؟ في الحقيقة ان الدمى دي ممكن تعملها من اي حاجة، اي حاجة، قش، قطن، قماش، خشب، جلد، اي حاجة تقدر تشكل فيها وتضمها على هيئة انسان وتلبسه ملابس من قماش. وهنا الساحر بيكون حريص جدا ان الدمية دي تكون شبيهة بالشخص اللي عايز يسحره عشان يكون تأثيره اقوى، فعشان كده احيانا بيحط صورة لو معاه مكان الراس، واحيانا بيضيف ليها شيء من اثر الشخص المراد سحره زي شعره او بقايا الاظافر عنده او حاجات قصاصة من ملابسه، حاجة من اللبس بتاعه، نقط من الدم بتاعه، اي حاجة يوصلها من اثره. ما تنساش ان انت وهو بيصنعها لازم يردد ترانيم وتمس سحرية وتلاوة تراسم معينة. بعد كده بيجهز دبابيس وابر يغرزها في الاماكن اللي عايز يأثر عليها في جسم المسحور. طيب ازاي بتأثر على المسحور؟ هنا بنرجع للتاريخ البشرية في نوعين من السحر. واحد منهم السحر بالاقتران، وفيه بيرمز الجزء الى الكل، يعني يؤدي اليه قطعة الملابس او خاصة الشعر او بقايا الاظافر او اي حاجة من اثرك بتغني عن الشخص كله. والنوع التاني من السحر هو السحر بالتقليد، ده بيقوم على انك تصنع دمية تشبه الشخص اللي انت عايز تسحره، وهنا السحر بيبتدي يشكها بالابر اكتر من مرة او يحرقها على النار حرق جزئي في ليال معينة طبعا، في نهاية المدة بيرمي الدمية كلها في النار عشان يموت الشخص المسحور بعد كده. وممكن في بعض السحر بيجمعوا بين النوعين دول، ان هم يعملوا عروسة ليها شعر مأخوذ من الشخص اللي عايز يتخلص منه، فده بيبقى من اشد واعقد انواع السحر، واستخدم النوع ده بالذات في شعوب الملاي وجامايكا، هم البارعين في استخدام الموضوع ده. وهنا بنعرف ان السحر الفودو او العروسة ده بينبع من الانتقام والحقد والكراهية الشديدة، وان انت تكون عايز تأذي الشخص المسحور.
وتكون قوة السحر في العروسة ديت بقوة خادم السحر. غالبا غالبا ما بيكون الجان من طبقة المرضى ده، إذا الساحر كان ساحر ضليع يعني. ليه بيستخدموا المرضى؟ نظرا ان كبير الحجم وجسمه مقارب او اكبر من جسم الانسان بشوية، عشان كده هو من اصعب انواع السحر. طب اعراض سحر المجسم او السحر الصور او العرايس دي او الفود زي ما تسميه ايه؟ الاعراض كتير بس ابرزها تقل في الجسم، عدم قدرة على الصلاة، عدم قدرة على اداء العبادة، سيطرة السحر على المريض بالكامل، الم في المفاصل، كل دي من اعراض السحر زي اعراض السحر العادية تقريبا. واثناء الرقية ممكن تلاقي هنا ان المريض بيغيب عن الوعي، بتلاقيه عدواني، بيكره الناس، دايما عنده استهتار وكبرياء ومقاومة للرقية واستهتار بالشعائر الدينية، بيحاول دايما انه يتهجم عليك. طريقة فكه سهلة جدا، اذا انت وقعت على العروسة دي فك العقد من الرقبة، هنا يشعر المريض براحة وخفة في الحركة، وبعد كده فك عقد المرفقين والرزغين، هنا يشفي المريض ويشعر بسلاسة في أداء الصلاة والعبادة مع قراءة القرآن وانت بتفك العقد دي، يعني متخصص أفضل. ما لقيتهاش، ايه العلاج؟ العلاج بتاعها ثابت، الرقية والقراءة على المريض بنية فك الأغلال والسلاسل والحبال لغرض خروج الخادم، لأنها عقد السحر بمجرد فكها بيخرج خادم السحر مباشرة. افضل الرقية للطبقة ديت من الجان هي المعوذات وسورة البركة البقرة، دي افضل برنامج تقدر تمشي عليه، ودي مجربة في حالات كتيرة من انواع السحر ده، وتقريبا بتحتاج ان انت تطبقه لمدة ما بين اسبوعين لشهر كامل عشان يتفك العقد دي كلها. طيب كانوا بيستخدموه ازاي السحر الدومي ده؟ هديكوا امثلة. لما كان في شخص مثلا عند بعض القبائل او بعض الدول، مش عايز اذكر اسماء، عايز يأذي حد من اعدائه، هنا بيعملوا تمثال صغير من الخشب ويغرز ابرة في راسه او في قلبه او يرمي عليه سهم، اعتقادا منه بان عدوه هيحس بالالام الحادة في نفس الوقت اللي هو بيرمي عليه وفي نفس المكان اللي بيقابل عليه اللي بيرمي عليه السهم ده، وده كان بداية السحر. اما اذا كان عايز قتل عدوه مباشرة في التو واللحظة، فهنا هنا بيحرق التمثال او يدفنه في الارض، طبعا لا يتم الا بطقوس وبعض الصيغ السحرية اللي يتم ترديدها على العروسة دي في الاول عشان يبتدي الخادم السحري يكون موجود. في فرنسا في القرن 16 كان في منجم اسمه كوزمو روجيري، دوت عمل تمثال لتشارل التاسع ودوبه في النار، ودي حتى تاريخية مذكورة. بعدها بيوم مات الملك سنة 1574، مات الملك مباشرة، قد تكون صدفة وقد يكون السحر. أمثلة كتير جدا مش عايز أسردها كلها عليكم، أنا بس حبيت أن أنا أشرح لكم باختصار أهم حاجة في السحر الفودو، وإن شاء الله حاول أن أنا أديكم حلقة كاملة عن سحر الفودو، سنة جبت لكم السحر العرايس والصور لأن أنتوا كتير سألتوني عنه. أتمنى أن الحلقة دي تكون عجبتكم، شوف رأيكم في الكومنتات، تنسوش لايك للفيديو. شكرا لكم، مع السلامة.